لا طعم ولا لون ولا رائحة، خصائص ذاك ثوابت عرفناها سابقا عن الماء، إلا أنها تغيرت اليوم هذه الثوابت في العراق، فالماء أصبح لونه ماء إلى الأحمرار ورائحته كريهة جدا. أما مذاقه فالعلقم والحنظل أقل من مرارته. مناطق في بغداد تواجه أزمة مياه الإسالة، ما أسباب تراجع المستوى الخدمي المقدم إلى المواطن؟ هذا ما سوف نناقشه اليوم في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة، في محاولة للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونوه بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتعليق على عنوان الحلقة، ومن خلال أرسال الصور والمقترحات ومقاطع الفيديو من خلال الرسائل الخاصة، وأيضا تعليق على عنوان الحلقة عبر الصفحة الرسمية عبر تويتر أغلبية صامتة، ومشاهدة البث المباشر عبر صفحة تلفزيون الشرقية وبالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. لم تقتصر مشكلة المياه وما يعاني المواطن العراقي من الحصول على المياه الصالحة للشرب أو للاستهلاك بصورة عامة، لم تقتصر هذه المشكلة على محافظة البصرة، بل وصلت إلى العاصمة بغداد، وما زال أغلب السكان العاصمة بغداد وتحديدا في جانب الرصافة يعانون من انقطاع مياه الإسالة، وأيضا من عدم ان توفرت هذه المياه فتكون بكتل طينية وأيضا غير صالحة للاستهلاك، بالرغم من المناشدات والأصوات التي تعالت أيضا عبر ما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من تقارير وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن دون وجود الحلول أو خطط توضع أيضا لتزويد المواطن ولتفادي أيضا هذه المشكلة اللي يعاني منها المواطن في العاصمة بغداد. نأخذ اتصال محمد من بغداد. مساء الخير محمد. مساء نورا وسلم من صلاح الدين. نعم نعتذر محمد من صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخي العزيز. شلون ما البصره تفيض ماي؟ شلون ما بغداد تفيض ماي؟ نعم. وين العمل الصحيح؟ وين المقاولات الصحيحه؟ وين الشغل الصحيح اللي صار بالعراق حتى نصل بنتيجه ويتطور العراق ويصل العراق الى مستوى ما نقول الدول المتقدمه؟ نعم. وانما الدول المتحضره. طيب وين المشاريع اللي انجزت بشكل صحيح؟ وين اكو مقاولين عراقيين يشتغلون باخلاص البلدهم؟ هاي المشكله اللي وقعنا بيها احنا. لا في المشاريع اشتغلوهن ولكن كلها باءت بالفشل. نعم. السبب هو سببنا احنا العراقيين، ما عندنا اخلاص بعملنا، ما عندنا حب لوطننا. محمد اليوم لسان حال الشارع العراقي يقول بانه ماكو كلمات او ما بقت كلمات بعد بانه تعبر عن ماساتنا ووضعنا ومشاكلنا ومعاناتنا. محمد. نعم وياك اسمعك. نعم محمد، اليوم موضوعنا مو بس يعني نتحدث عن او ما نتحدث عن موضوع الفيضانات او المناطق اللي غرقت بسبب موجات الامطار، اليوم بدنا نتحدث عن المياه الصالحه للشرب، عن مياه الاساله اليوم اللي يعاني منها المواطن بالعاصمه بغداد دون سابق انذار، دون تحذيرات اليوم ما بين الانقطاع وما بين ايضا بلسان حال المواطن العراقي اللي يقول بانه اذا تفتح الحنفيات تتساقط اكوام من الطين. تسمعني محمد؟ اسمعك. تفضل. اخي العزيز، هو شنو السبب مال هذا؟ شنو السبب؟ غير سبب ماكو تخطيط للبلد بشكل صحيح. نعم. ماكو تخطيط للبلد بشكل صحيح، ما يحلون الازمه اللي قدام يحطون لها الحلول. نعم. هذا الخطا اللي وقعنا به، هم متقاسمين ومساعدين حل كراسي وحل سلطات وتقاسم الاموال والشعب واقع بيها. نعم. والا تفاقمت الازمه من سنه 2003 لحد هذا التاريخ من ازمه الى ازمه ثانيه، فليش ما تراكم المشاريع والخطا موجود؟ نعم. والفشل موجود. طيب انتم على سبيل المثال بمحافظه صلاح الدين، يعني نلاحظ بانه احد الاسباب اللي اعلنت عنها الجهات المعنيه بانه فتح الخزين المائي مثل ما اعلنت الجهات المعنيه خلال الايام الماضيه بانه البحار او البحيرات والسدود امتلأت نتيجه ايضا موجه الامطار، فايضا
المخزون أطلق المخزون، فبالتالي هناك ترسبات طينية وارتفاع به أيضا الكتل الطينية بنسب مرتفعة، الكدرة أيضا بمعنى أننا نتحدث في البلدية. اليوم المشكلة أيضا بصلاح الدين تواجهها أيضا من مياه تعاني من ترسبات طينية أيضا، أكوام من الطين، انقطاع للمياه، لو ما عندكم هاي المشكلة اليوم. أكيد عندنا هذه المشكلة، أكيد عندنا هذه المشكلة، نعم. لأنه مشروع إسالة، على سبيل المثال مشروع الإسالة المركزي بقضاء البجيل أعتقد، نعم، يغذي يعني آلاف الكيلومترات، أنه يمتد يوصل حتى للجزيرة أعتقد وحتى القريبة من يثرب، نعم. هذا المشروع ما أنجز، بقى صرفت المبالغ مالته وبقى لحد هسه ما أنجز، فإحنا منين نشرب مي؟ إحنا أساسا الإنسان قاعد احتياط، ما عندي مي إسالة أشرب بيه. طيب. ما عندي مي إسالة أشرب بيه، فأشرب منين؟ من المي اللي هو كلها ترسبات طينية. من أي منطقة؟ من أي منطقة بصلاح الدين؟ من أي منطقة بصلاح الدين؟ من يثرب. من يثرب، نعم. طيب شلون تحصلون على المياه الصالحه للشرب او الاستخدامات الاخرى اذا ماكو مشروع لتحليه المياه؟ نشتريها من شركات التصفيه. شركات التصفيه، نعم. اي هاي المحلات اللي فتحه مرتفع موجوده احنا جاي نشتري منها. نعم. محمد بن صلاح الدين، نشكر مشاركتك واتصالك، تحياتنا لك ولاهالي صلاح الدين. عندنا اتصال اخر، علي من بغداد، نتمنى بأن تعود المشاركة والاتصال مرة أخرى. ومناشدات ومشاكل كثيرة اليوم يعاني منها المواطن العراقي سواء بالعاصمة، مثل ما سمعنا أيضا مشكلة أخرى في محافظة صلاح الدين. أيضا يعني موضوع أيضا السيول اللي جرت في الآونة الأخيرة، وأيضا بعدم معالجة نسبة الكدرة بحسب ما عنت عنها الجهات المعنية، وبأن التقصير وأيضا المشكلة من وزارة الموارد المائية، وأيضا المشاريع لتصفية وتحلية المياه بما يصفها المواطن بأنه غير قادرة على أو بمستوى الأزمة أو بما تعاني اليوم البلد، مشاريع أيضا أخرى متلكئة وخارجة عن الخدمة، فبالتالي يا دوب أو يا قدر الاستطاع بأنه هي تحاول بأنه بمتفي بالغرض أو تسد حاجة اليوم المواطن. مثل ما نشوف بأنه أكثر من 5 أيام في العاصمة بغداد في جانب الرصاف المشكلة أكبر، أيضا لا تخلو جانب الكرخ لا يخلو أيضا من مشاكل، ولكن المشكلة الأكبر في جانب الرصافة وحال بقية المحافظات العراقية الأخرى أيضا تعاني من مشكلة مشابهة لما يعاني اليوم المواطن بجانب الرصافة. نأخذ اتصال. أبو سجاد من العمارة، مساء الخير أبو سجاد. الله يسعدك. حياك الله أبو سجاد. شلونك قلبي شلون الصحة؟ حياك الله. الله يخليك، الله يحيي قناتكم، والله العظيم ملينا من هالوضعية هاي، الله اللي يشهد. نعم. زين، يعني أنا عندي معاملة بالمرور، زين. نعم. اليوم كنت يوم، والله أنا سيارتي بغداد أريد أسقطها بالعمارة، قال لي يلا سمو زين أسقط لك إياها، أنا قلت له أدري أنا يهودي إسرائيلي أنا. طيب. يعني ما تسقط لي أنا عليها أسرع. زين والله وكيلك ما تطب دائره انها مو كلها رشاوي، الوضعيه طيب. تعبانه عمي ما يقدرون يخلطون القياده لا زين، والعباس ابو فاضل ملين من الوضع، يا اللي تروح للمك وشوارعنا حشاك كلها زباله وماي وخيشة، يعني وين واحد يتوجه؟ واحد المن يشتكي المن هسه واحد يعني يسمع صوتك على مود توصل له الصوت، والله العظيم يعني فد نازله مو طبيعيه، الناس فقره تعبانه ما عاد هاي مسكين بالفوق النفط وين يروح الميناء من يصير الله وكيلك انا قبل فتره طلعت سيارتي من الميناء زين مليارات مليارات عدلي زين بباب الميناء ما حد عاجبه زين يعني انا كمواطن بصير لبيتي تقريبا ما يقارب بالخمسين ورقه وطلعت غيري الله يعلم شركات ودنيا وانا مواطن بصير يعني هاي الفلوس وين قاعد يودوها؟ نعم. ابو سجاد يعني انت تحدثت على اكثر من جانب. يعني جانب خدمي وجانب يعني ماكو فد شيء يعني نعم. يعني ماكو فد شيء تروح له ويجي شهر لا دخلت المرور زين لا القمارك لا الصحه خوف الصحه الله اكبر لكن يوم رحت المستشفى سويت سونار رحت للعياده قال هذا السونار ما شو اسمه مو واضح هذا العلم انا مخلينه يعني والله العظيم يا اخي ملينا بالله الكريم يعني قاعد يطب واردات للعراق يعني مو طبيعي انا كمواطن عادي قاعد اشوف هالوضعين زين نعم. فكيف البقية يعني والله العظيم يعني في الوضعية تعبانة بشكل يا أخي ما تقدرون القيادة تطلع من عندها أكو ناس غيركم كفوين بس أنا ما أريد نقول ذاك النظام وذاك النظام بس والله العظيم ملينا بالله الكريم ملينا زين
تحصل شيء، العلم انا ما انتسبه جهريا، لان لحد الان لازم نتمنى لك الشفاء العاجل. يوم على المكرمه، يوم على شو اسمه، يوم على مال حقوق، والله وكيلك في شيء ما محصل. نعم. يعني قلت لك الوضعيه ملل ملل، المن تحكي والمن تقول. نعم، ابو سجاد من العماره تحياتنا لك لاهل العماره. احمد من كركوك، مساء الخير احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء النور عليك احمد. شلونك استاذي؟ تحياتنا لك. استاذي والله عندنا اول شيء المي احنا زين بكركوك احنا عندنا. نعم. بس الكهرباء صفر. تقريبا تجي كل اليوم، كل اليوم ساعتين. طيب. الكهرباء ساعتين باليوم؟ ساعتين باليوم او اقل. نعم. صفر كامل يعني ما تفيد نهائيا. طيب. أسعاني طالب صف ثالث متوسط. المنهج مال الرياضيات متغير حيل عندنا. نعم. احمد قبل اقول لك ما ادري 200 مسائل صار بالالاف المسائل. نعم. احمد يوم امس تحدثنا عن هذا الموضوع، وان شاء الله في الحلقة القادمة من هذا الأسبوع راح نتناول أيضا هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه إن شاء الله، ونتمنى بأنه تشاركنا أيضا برأيك، وإذا تقدر بأنه ترسل لنا صور حول المعوقات والتمارين إذا كانت هناك وجود أخطاء بأنه تبعث لنا على صفحة البرنامج اللي نوهنا عنها في بداية الحلقة إذا عبر تويتر أو الفيسبوك. تحياتنا لك ولأهلي كركوك أحمد. أشكرك. نشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. نعم، نسلط الضوء على بعض التعليقات. من راشد يقول أزمات كثيرة وكل يوم مهزلة العراق للأسف من أسوأ إلى أسوأ، سوء الخدمات بصورة عامة مما تؤدي إلى انتكاسة للمواطن وتعب بالحالة النفسية، ناهيك عن الأمراض التي ستحصل بسبب سوء الإدارة وعدم توفر محطات التصفية الجيدة. ما ذنب المواطن فمثل هذه الأزمات المتراكمة؟ هل لأنه عراقي أم ماذا؟ نأخذ اتصال. عمار من بعقوبة، مساء الخير عمار. مساء النور أخوي أستاذنا الغالي، تحية لك ولا قناة الشرقية. تحياتنا لك. الشريف الوطني. نعم عمار، تعرفها مباشرة. أنا طبعا موضوع صراحة إحنا مجموعة حراس. نعم. أنا وأخي حارس في ثانوية فاطمة حي المعلمين بعقوبة، قمنا بعمل طوعي. طيب. جهود ذاتية من جهود خاصة من عندنا، قمنا بترميم المدرسة، هاي طبعا يعني تتفاجأ بها راح تقول ماكو هذا الشيء. نعم. احنا الصراحة قمنا بعمل طوعي تصليح الصفوف وتصليح الرحلات بحدود 100 رحلة والجدران. طيب. والكهربائيات والصحيات، يعني حرصنا على أبنائنا الطلبة الأعزاء محافظة الديالة، لأنه هاي المدرسة احنا نداوم بها صارنا تقريبا بحدود 15 سنة. نعم. جهود ذاتية يعني. واحنا ندعيكم ندعي قناة الشرقية انه يا ريت تجون تسوون تقرير او شيء عن هذا الموضوع لحتى نشجع الناس الباقين. نعم. انه تهتم بالمدارس وغير حال المدارس، لان المدارس بالدياله وبعقبه بالاخص مدارس كلها تعبانه وهذا، بس الحمد لله مدرسه ثانوية فاطمه بعقوبه صارت من حال الى حال بجهود ذاتيه، قدرنا الحمد لله ومن الله التوفيق من جهود ذاتيه، رغم احنا ناس بسطاء وفقراء قدرنا انه نحول هاي المدرسه من مدرسه تعبانه لمدرسه رائعة. والسيارات انه ادعيكم من خلال هاي المنبر الشريف انه يا ريت تجون تشوفون هاي المدرسة او تسوون تصوير عنها. عمار عمار عمار. نعم. يعني مشاكل البلد هواية وازمات، فما يسعفنا الوقت بانه نغطي جميع الاحداث في محافظة واحدة. صحيح. احنا نوهنا يعني احنا دائما بكل حلقة. نعم عمار، احنا بكل حلقة ننوه بانه إذا كان شيء إيجابي، إذا كان شيء سلبي يعاني منه المواطن، أرسلوا لنا مقاطع فيديو عبر صفحة البرنامج، إذا عندك صفحة البرنامج أو عندك فيسبوك أو تويتر، أرسلنا مقاطع الفيديو حتى نعرضها، حتى يعني مثل ما ذكرت يوم أمس بأنه إذا كانت الحكومة مقصرة أو هناك فساد أو مشاريع متلكية، هو لأبنائكم وللأجيال القادمة بتكاتف الجهود بإعادة إعمار. نعم. نضل نادي الحكومة، نعم. إحنا لازم أخوي نتعاون، لازم نتكاتف، لأن إحنا الصراحة مشاكل الحكومة هي هواية. نعم. ما يعني ليس دفاع للحكومة، مشاكل ما تنحل بليلة ويوم، فاحنا لازم نصير تعاون لمصلحة أبنائنا ومصلحة بلدنا. نعم. فهاي المدارس وهاي الدوار هاي مصلحة البلد يعني. نعم. هاي الحكومة باشرة. وضحت الصورة عمار، ونتمنى بأن تتواصلوا ويانا بالحلقات القادمة أيضا. تحياتنا لك لهالي ديالة. ناخذ اتصال آخر. علي من صلاح الدين، مساء الخير علي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أخوي عمار؟ تحياتنا لك علي. نعم علي اسمعك، تعرفهم مباشره.
الو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخوي عمر؟ حياك الله، اذا قريب من التلفزيون عري ابتعد لي عنه او نصي لي صوته او اسمعني عن طريق الهاتف. اي نعم. نعم. شلونك اخوي عمر؟ علي نشكر مشاركتك واتصالك ونتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى ونفوت عنات مشاهدينا الكرام أثناء الاتصال للاستماع عن طريق الهاتف والابتعاد عن التلفاز حتى لا ينقطع الاتصال. نأخذ اتصال آخر. عبد المجيد من صلاح الدين. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد المجيد. السلام عليكم. عليكم السلام. نحن من قضاء زيجي. نعم. القضاء اللي منكوب من كل الخدمات والبنى التحتية والمدارس المدمرة فما لنا يعني أي 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 حيلة أو وسيلة إلا الله. فأرجو منكم أنه توجهون كوادر القناة الشرقية إلى قضاء بيجي. نعم. إلى الحي العصري اللي طايف 4 كيلومتر طايف. طيب. مدارس منتهية، أطفال بالطين، وهذا اللي أقدر أقول لك. نعم. إن شاء الله. عبد المجيد من صلاح الدين تحديدا من مدينة بيجي، وسلطنا الضوء أيضا يعني حول المناطق المحررة والمناطق المنكوبة في محافظة صلاح الدين والمحافظات العراقية الأخرى، ومستمرين وياكم. تحياتنا لك عبد المجيد ونشكر مشاركتك. أيضا يعني حول يعني الأزمة والمشاكل اللي إذا نشوف بأنه ماكو هناك خزين أو خطة حتى نتفادى قطع المياه أو تكون هناك ترسبات طينية أو تلوث أو المشاكل الأخرى، مثل ما دا نشوف بأنه قطعت المياه بحسب التصريحات للتنظيف، حتى الفلاتر بحسب رأي المواطن وما تحدث عنه، ما راح نشاهده بالتقرير بأنه فلاتر المياه بأنه ما قادرة على تصفية المياه بسبب الشوائب وأيضا الترسبات الطينية. نعم، من الممكن أن تتوقف المشاريع من أجل تنظيف الأحواض، أيضا تنظيف أيضا الفلاتر، ولكن من المفترض أن يكون هناك خزين حتى يسد حاجة المواطن أثناء فترة الانقطاع وأثناء توقف المشاريع للصيانة أو للتنظيف، وأيضا بدون سابق إنذار بأن تقطع المياه لخمسة أيام ويترك المواطن يواجه مشكلة أخرى وهي المياه وانقطاعها لخمسة أيام بدون سابق إنذار، أيضا مشكلة اليوم يعاني منها المواطن إذا كان في بغداد أو في أي محافظة عراقية أخرى. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ومن بعدها نكمل. الشعب والعظمية والصدر والقريعات وباب المعظم وغيرها من المناطق في العاصمة بغداد تواجه أزمة مياه الإسالة، وهذه الأزمة بين العكورة والانقطاع لساعات، إذ يشكو السكان لاسيما في جانب الرصافة من أن الماء في الأنابيب لونه أقرب إلى لون الطين وفيه أوساخ ولا يمكن استخدامه في الطهي أو الشرب أو حتى أعمال التنظيف والغسل. كل مشترى يعني جبتك إلى مصنع اللي كان نطبخ به أو كانت العالم مطبخ تغسل فيه هدومها او تسبح فيه، ما تستطيع تستخدم اليوم، بعد واحد ما يستحمي راح يشتري المي، هسه راح اشوف المي انا وياك، هسه احنا هذا المي، زين طيب ربك هذا مي يقدرون الناس يسبحون به؟ يشتري مي من برا للطبخ، للاكل، للغسيل، هذا كله، هم مو راح نتمرض احنا ناقصنا امراض. اصبح البلد دمار، يعني دمار، اقول لك يعني بين يوم وثلاث ايام كله هذا طين طين ما يشرب يعني. ما ادري يسوون مثل ما صار به البصره الدبدون. امانه بغداد عزت اسباب قطع المياه الى ارتفاع نسبه الكدره بعد سيول الفيضانات الناجمه عن الامطار التي شهدها البلد مؤخرا، واكدت انها تعمل على معالجه الخلل والمشكلات لضمان وصول المياه ضمن المواصفات المطلوبه الى المواطن. عندنا كدره بالنهار لان الاخوه في الموارد المائيه استعدادا للامطار القادمه بداوا يضخون كميات كبيره من المياه، من يعني يخرجون خزاناتهم واحواضهم وسدودهم، يعني قلت لك كدره بوحده بقياس 40 احيانا توصل لل 1600 2000. مواطنون من مناطق جانب الرصافة نشدوا الجهات الحكومية بالتدخل لحل أزمة انقطاع الماء في مناطقهم والعمل على تصفيتها، فيما ذهب ناشطو منصات التواصل الاجتماعي إلى اتهام المؤسسات الحكومية بالتقصير وتحميل الشعب معاناة إضافية كل يوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضياء من البصرة. ضياء
عليكم. عليكم السلام ضياء، انت على الهواء مباشرة. دورك حبيبي عمر. تحياتنا لك. شلون صحتك؟ حياك الله. نعم ضياء. حبيبي اكو قضية خابرتك عليها انا مرتين وهاي المرة الثالثة. نعم. الو. اسمعك ضياء. معني حبيبي عمر. نعم. حبيبي على مود شغلة هاي الوزارة التعليم العالي وعلى مود هاي شغلة الطلاب اللي قاعد يسافرونها برا لا برا نعم. يعني يطلعونها خارج القطر. نعم. وهاي مرتين قلت لك عليها نعم. وما انشرحت قضية. نعم. ترى والله جريمة هي. نعم ضياء. قاعد يسوونها جريمة. يعني نتمنى ضياء يعني بتشكيل يعني الوزراء وأيضا الكابينة الجديدة وأيضا تسنم عدد من الوزراء للمناصب من ضمنها وزارة التعليم، نتمنى بأن يكون هناك تغيير بما يخدم واقع الطلبة وما يخدمكم أيضا بما تطمحون إليه. لا حبيبي هي بس مو بس الخدمة يعني نعم. الخدمة عامة للشعب العراقي نعم بالتأكيد. نعم ضياء. بالنسبة قاعد الجامعات الخارج القطر والدول المجاورة قاعد يقبلونها المعدل أقل من المعدل الجامعات نعم. العراقية، وهذا سبب هجرة للشباب العراقي. طيب ولكن بالمقابل ضياء يعني إذا كمل مرحلة أو مرحلتين ما راح يقدر بأنه يرجع للعراق أو يكمل، جزء يواجه مصاعب أيضا بالتعيين أو مشاكل أخرى داخل البلد. حبيبي تحدث لها كذا حالات. أنا خدمك استاذ عمر ولو آخذ من وقتك. تفضل تفضل. حبيبي قاعد يسوون له ملف وزارة التعليم العالي. نعم. أنت يقول لك معدلك الجامعات الدول المجاورة تقبلك. نعم. بس احنا بالعراق ما نغب لك. طيب. يعني هذا الشاب اذا يروح 5 سنوات 6 نعم. غير المصارف اللي يصرفها وحتى فكره ينذار. نعم. واذا طلع برا 6 سنوات ترى من الصعوبه. طيب الجامعات الاهليه الموجوده ضياء يعني الجامعات الاهليه الموجوده دا نشوف انه معدلات 50 60 اقل من 60 ينقبلون كليات علوم. تاخذ من وقتك. الجامعات نعم. الاهليه انا رحت للتعليم الاهلي والجامعات الاهليه. نعم. يقول لك انا بالنسبه الى القسم طب الصيدله او الاسنان كمثال. نعم. يقول لك انا اقبل 82.5. طيب. تريد اطلعك برا روسيا او الاردن او ايران او مصر. نعم. او هاي الدول يقبل 79 او 80 واقل. نعم. وانا افتح لك ملف هنا بوزاره التعليم العالي انت تروح تكمل شهاده 6 سنوات وترجع اقبل لك بالعراق محترم. نعم. فيها. نعم. يعني شنو السبب الجامعات بالعراق انت ما انت كل دول الجوار اذا معدل يقبل 80 اذا يطلع للخارج 83 84 زين. نعم. العراق قلبها بالعكس شنو السبب؟ نعم ضياء وهي ثالث مره حبيبي نعم. نعم ضياء يعني اعذرنا ضياء عن اذا كان هناك اي تقصير، ولكن مثل ما تشوف بانه الازمات ومشاكل المواطن يوميا نتناول حلقه اذا كان على التربيه او المياه او ما يعانيه المواطن العراقي، وان شاء الله يعني مثل ما وعدتك بالحلقات الماضيه راح نتناول هذا الموضوع ايضا لمصلحه الطلبة الخريجين وايضا بما يخدم الواقع التعليمي بالبلد. نشكر مشاركتك واتصالك ضياء. تحياتنا لك. محمد بن دياله مساء الخير محمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. كيف حالك استاذ الفاضل؟ حياك الله محمد. يحفظك الله استاذي. تتحدث عن قضيه الاساله ما الاساله؟ نعم. نعم. هو بس جواب صريح حتى المشاهدين الكرام، تحيه لكم المشاهدين الكرام كلهم في قناه الشرقيه الكريمه. نعم. بس هو سؤال واحد فقط لا غير غاب، مثل الدوله العراقيه الحكومه العراقيه هو اكو محاسبه؟ ما اكو محاسبه. حتى انا واحد من الناس موظف في دائره حكوميه. نعم. مؤسسه الدوله. اذا عندي غلط وجاءوا مشتكوا علي في تقصيري في عملي انا كمواطن عراقي في اي محافظه كنت، هل انه رئيس الدائرة او مسؤول القسم مالي راح يحاسبني؟ لا ما يحاسبني. طيب. بالعكس راح يجيني كتاب شكر تقدير. لذلك اي واحد يغسل المي الاساله في دياله، خلي المحافظ هو رئيس مجلس المحافظه والمحافظ وكل مجلس المحافظه النواب ماله يروحون هسه يتاكدوا من المواضيع مالتهم في دياله كلها. اكو عمل خاص او عمل ضروري 100% يقوم بها مجلس محافظه ديال او بغداد او اي محافظه من العراق؟ ماكو. طيب. عمل ماكو استاذ الفاضل. نعم. وجد هي في 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 في, في عمل ماكو في العراق. ايام قبل يتحاسب الموظف اذا قصر في عمله. طيب. دقيقه واحده او قصر في عمله في اي معامله، هسه ماكو اي محاسبه. شنو اللي اختلف؟ نعم استاذ المشكله بينا احنا.
الدولة هي أصلا إحنا انتخبناهم صحيح نعم, نعم انتخبناهم, لكن أي واحد يروح يتر لمعن أو للمحافظة بعد ما يهم هذا اللي رشحه أن تصوته إلى نهائية نعم. ما يهم, أهم شيء أنه يستفاد هو, ما له دخل بالمواطن العراقي طيب. المواطن العراقي انتهى نعم. أن تصوته وهذا خلاص نعم. بعد ما يهم المواطن العراقي جرائبه مو جرائبه صديقه مو صديقه أن تصوته انتهى الموضوع المشكلة نعم. خلال بينا إحنا يحتاجون إلى شيء واحد فقط, أن أفتخر بمحافظة البصرة, أفتخر في محافظة بغداد من ينتخبون طيب. يدون حقوقهم الخاصة حقوقهم الشخصية اللي هم نعم. إحنا كنا جنسيتنا عراقية عراقي المشكلة نعم. بالعراقيين إحنا ضحينا كل تضحياتنا من 1975 و60 نضحي لحد هاللحظة هذه لكن اليوم محمد اليوم محمد يعني أنت كموظف في دائرة اليوم المواطن ده ينظر مدى ينظر إلى جهة إلى البلدية أو إلى وزارة معينة ده ينظر للحكومة بصورة عامة بأن الحكومة غير قادرة على إنجاز المشاريع قد يكون تلكؤ من وزارة أو تلكؤ من دائرة خدمية اليوم الواقع والمياه في محافظة ديالى مياه الإسالة أنت كمواطن هل راضي عن أداء الجهات المعنية؟ نعم محمد ابن ديالى يعني للأسف انقطع الاتصال تحياتنا لك نتمنى بأن تشاركنا بالحلقات القادمة إن شاء الله قبل أن نختم نسلط أيضا الضوء على آخر تعليق شهر يقول هم لا يهمهم ما يحصل بالشعب من دمار وتهجير وجوع وعطش هم فقط يهتمون لمصالحهم الخاصة فقط النهب وسرقة بأموال الشعب يملؤون بطونهم بالحرام وأيضا تعليقات كثيرة تتحدث عن التلكؤ بأن الحكومة غير قادرة على إدارة الدولة وتقديم الخدمات للمواطن أو بوضع خطط لتفادي كارثة إذا كان فيما يخص السيول أو المياه أو أي الملفات الأخرى المهمة والتي يعاني منها المواطن والبلد بصورة عامة أيضا مشاهدينا الكرام يعني نعتذر عن قراءة بقية التعليقات نلتقيكم في حلقة القادمة وحلقة جديدة وموضوع جديد في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء